أخبار اليوم. يقولون إنهم يريدون دولة ديمقراطية حديثة، هكذا تحدث شريف دياب مسؤول التواصل السياسي بحركة بداية، واصفا النظام الحاكم بمصر أنه لا يمكن الاستمرار بعد 4 سنوات من ثورة 25 من يناير ما بين الفاشية الدينية والفاشية العسكرية، داعيا بتفتيت وإعادة الجيش مرة أخرى على حد قوله. نتعامل مع نظام يستخدم كل أدوات القمع، إخواتنا بيتقتلوا موجودين في السجون. مش من المعقول أصلا أن بعد 4 سنين من ثورة أن احنا برضو نفضل في نفس المشهد العبثي ما بين قوتين، الفاشية الدينية والفاشية العسكرية. أنت بتقول أنه جماعة الإخوان ليست إرهابية ولا تمارس إرهابا؟ صحيح. الحركة دي فيها خونة لمصر، ان احنا جيشنا جيش حر وجيشنا جيش وطني وجيش محترم، وشرطتنا وبلدنا ومصريتنا، احنا مصرنا ان شاء الله مفيش حد خاين هيكون في مصر ان شاء الله. ده اكيد طبعا مش من البلد، الناس اللي تعمل حاجة زي كده يبقى الناس ديت اساسا مش من مصر. يا ريت يعني يخلوهم في نفسهم، كفايه اللي هم عملوه في البلد وحرق البلد وحرق الشرطه وحرق الجيش، كفايه قوي كده، وقول لهم يعني يلموا نفسهم شويه، هم جايين منين دول؟ اقول الحركه دي انت ما لكيش لازمه، حركه المفروض ان فتتها اصلا، احنا فتت الحركه مش فتت الجيش، احنا فتت الحركه دي. الشعب المصري شعب ذكي، لن نسمح لاي منظمه او اي فكر او اي احزاب تقول ان الجيش المصري يتفتت، لان الجيش المصري ده هو العمود الفقري لكل مواطن مصري. لن تنالوا من بلدنا شيء خالص، من جيشنا، لان احنا جيشنا ده هو بدمنا، هو جيشنا ده هو الشعب. سعادتك لن تنالوا من بلدنا نهائي اي شيء. هي كلمه واحده، حسبي الله ونعم الوكيل. انا شايف ان هم دلوقتي اصبحوا في حركتين بيتنافسوا مع بعض دلوقتي، حركه تمرد وحركه بدايه. بس انا ما اشوف في الواقع ان هي فعلا حركه هتفتت الجيش هقف ضدها. ما رضاش طبعا باي شكل ان الجيش يتفتت، ده الحاجه الوحيده اللي بنسال عليها تقريبا الايام دي. احنا ملناش لازمه من غير الجيش. خليكم في نفسكم، ما تخشوش دعوه بالجيش عشان الجيش ما يحطش عليكم. بدا تخريب، يخربوا. الجيش هو الاساس وهو البلد. انا راجل دخلت الجيش وخدمت وطلعت منه راجل. اذا فكك الجيش فكت الدوله. إذا تفكت الجيش فكت الدولة. يبعدوا عن الجيش المصري ويسيبوه في حاله. الجيش المصري حامي مصر، هو كل في الكل، هو اللي حامينا. هتفتوني ليه؟ ما يتفتت الجيش المصري، احنا كده هنضيع. ربنا ينصر الجيش، ربنا ينصر الجيش يا رب، ينصر الرئيس يا رب. تأتي كل هذه الحركات تحت الشعار الرئيسي للثورة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكن يبقى المواطن هو الحائر الوحيد ما بين الحقيقة والخيال. مصطفى سعد، أخبار اليوم.